اغتيالهم عصر الخميس في كمين بمنطقة بير السليبة بمحلية سربة، ذلك أثناء تتبعهم أثر إبل نهبت يوم الأربعاء من قبل متلتين تشاديين. وكان على رأس المشيعين نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من المسؤولين على مستوى المركز والولاية. وطالب دقلو المواطنين بضبط النفس حتى تستطيع الدولة اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقهم، منبها إلى أن عملية حماية المواطنين على الحدود السودانية التشادية هي مسؤولية القوات المشتركة بين البلدين. وكشف دقلو عن زيارة سيقوم بها لمنطقة الحادث للتقصي أكثر ووضع التدابير الملائمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث. من جانبه ناشد نائب والي غرب دار التجاني الطاهر كرشوم المواطنين بضبط النفس والتعامل بحكمة. نحن عندنا قضية واضحة، قضية انتهاك واضح لانتهاك السودان لحدود السودان، واضح واضح ما فوق وما ودي ما اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره. طيب انا دي قضيه كل السودانيين. انا الحادث اول ما حصل انا طوالي حاولت كلمت على ناس الامن نائب الوالي وقاموا بدرهم كامل وطوالي بدينا انا لا قلت لهم ما يفزعوا نهائيا، دي مسؤوليتنا نحن ما مسؤوليتهم هم، احنا قاعدين هنا عشان المواطن، مين اللي جهة معينة ولا اللي قبيلة معينة ولا اللي فصيلة معينة، احنا جينا نحن ولاية غرب دارفور، ونحن الآن مش ولاية غرب دارفور، امتدينا زي ما قلنا لولاية شمال دارفور. وصلنا مذكرتكم، ان شاء الله ندرس المذكرة دي، واجبنا ومسؤوليتنا كحكومة ولاية اتجاه المذكرة دي ان شاء الله من نقوم بكامل في إطار توفير الأمن والاستقرار لمواطنينا في ولاية غربي دارفور، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود. احنا برضو المشكلة دي حصلت لحد اللحظة دي متابعينا وعملنا تدخلات كبيرة جدا لإحتوائها عليها. رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو بالجنينة اجتماع لجنة أمن ولاية غرب دارفور على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت بمحلية سربة. وأوضح مقرر اللجنة اللواء شرطة سليمان إسماعيل خريف أن الاجتماع المشترك مع لجنة الأمن والدفاع بالخرطوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البوهان اطلع على تفاصيل الوضع الأمني بمنطقة الحادث، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في منطقة الحادث مستقرة. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدد من التوصيات والقرارات. تم عقد اجتماع مشترك بلجنة الولاية بحضور السيد برئاسة السيد نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، وكان الاجتماع مشترك بيننا هنا في لجنة أمن الولاية مع مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم عبر الفيديو برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة، وبعد نقاش مستفيض ودراسة للوضع الأمني في هذه الولاية وفي هذه الحدود وهذه المشكلة تم التوافق على عدد من التوصيات والقرارات. هذه القرارات وهذه التوصيات هتصدر من مجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، ولكن نحن نؤكد للمواطنين الآن الوضع الأمني في هذه المنطقة هادئ ومستقر، وقواتنا الآن متواجدة في المنطقة، وإن شاء الله نحن يعني قادرين على نصر المواطن السوداني. و عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم جلسة طارئة ومشتركة افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع لجنة أمن ولاية غرب دارفور برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي نتجت عن توقل مجموعة مسلحة من الجانب التشادي إلى داخل الأراضي السودانية بولاية غرب دارفور في منطقتي بير سليمة وعرديبة، تسببت في إزهاق أرواح في أسهاق عدد من الأرواح وسرقة عدد كبير من الماشية. واستمع المجلس إلى تقارير من الأجهزة الأمنية حول الموقف الراهن، واتخذ مجلس الأمن والدفاع عددا من القرارات لمنع تطور الأحداث
تمثلت في مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء الموقف والتهدئة، وحث الجانب التشادي على ملاحقة المجرمين واسترداد المسروقات بأسرع وقت ممكن. أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالية الدكتور الهادي إدريس بجهود جامعة إفريقيا العالمية في ترقية النظام العلمي داخل البلاد وخارجها، وقال لدى مخاطبته المؤتمر السنوي الرابع لرابطة خريجي جامعة إفريقيا العالمية إن الجامعة تعد واحدة من أهم المنارات التعليمية في العالم. من جانبه وصف ممثل التعليم العالي الدكتور عبد القادر محمد حسن جامعة إفريقيا العالمية بأنها امتداد حقيقي للدبلوماسية السودانية خلال دورها في تعزيز قيم التسامح والسلام بين الشعوب. جهودهم الرائعة وأدوارهم الرائدة شكرا وإرفانا وثناء لما قدموه بالأمس، فإن اليوم وغدا حاجة الجامعة لهم أكبر وأعظم، ولا يسعرنا أدنى شك أنهم لا ولن يدقرون وثئا ولا جهدا إلا وبذلوه لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها الجامعة خلال مسيرتها التعليمية والدعوية، والتي تميزت بتقديم نموذج معاصر عبر عن الإسلام المعتدل. فهم امتداد حقيقي أخي عضو مجلس السيادة في الدبلوماسية السودانية الشعبية، يجدهم في كل مكان في مؤسسات الدولة ويذكرهم الآخرون بخير. جلست في عدد من المؤتمرات بجانب وزير التعليم العالي السعودي وهو يذكر في كل مرة أقابله هذه الجامعة بخير وخريجيها بخير، ويؤكد دعمهم لهذه الجامعة وأنها تقوم بعمل كبير في أفريقيا وفي آسيا، وهم يشيدون بهذا العمل، فلهم الشكر الجزيل على هذا الفهم. دور هذه الجامعة تفاهم بين الشعوب وإرساء سبل التواصل والسلام دور كبير. اتفق حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي مع اللجنة التنفيذية لمبادرة نداء أهل السودان بقيادة الشيخ الطيب الجدود بدر، اتفقوا على دفع الجهود السياسية وصولا إلى مرحلة التوافق الوطني إدارة الفترة الانتقالية. وقال مناوي إن المبادرات تشكل إضافة حقيقية للمبادرات الأخرى الرامية لتأسيس مرجعية دستورية للانتقال الديمقراطي للبلاد. من جانبه أوضح رئيس المكتب التنفيذي لمبادرة نداء أهل السودان هاشم قريبال، أوضح أنهم أطلعوا حاكم إقليم دارفور على المبادرة في إطار التواصل مع القوى السياسية لتحقيق الوفاق والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني بالبلاد. توصلنا عليه وبرضه استلمنا في الحقيقة المبادرة الشيخ الطيب، وبرضه تفاهمنا معهم ومع اللجنة التنفيذية بأن نتواصل وتتواصل كل العلاقات الوطنية التي أعمل وتسعى لإيجاد الحل لهذه الأزمة الفراق الحكومي الموجود في أقرب وقت ممكن. استمع مشكورا وقدمت له هذه المبادرة، وأيضا أفاد بأن هنالك جهود أخرى يقوم يعني هو شخصيا بها مع مجموعة من القوى السياسية، واتفقنا على أن كل هذه الأعمال من شأنها أن تصب في الهدف الواحد، وهو الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وعبر اتفاق لكل بقاء السياسيين. وأبدأ رغبته في أن يتواصل مع هذه المبادرة وأن تضم كل هذه الجهود لمصلحة البلاد. أوضح رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني الشيخ الطيب الجد خليفة سجادة الشيخ ود بدر أن مبادرته تحرص على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لفترة انتقالية لا تتجاوز العام ونصف العام، ذلك تأسيسا لحكومة ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة،
وبنى الشيخ الطيب خلال تنوير صحفي عصر اليوم بمسيد الشيخ ود بدر بأم ضوان بان أن المبادرة تهدف إلى دعوة السودانيين جميعا إلى كلمة سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن عدة جهات رسمية وسياسية ومجتمعية أكدت دعمها للمبادرة. اللي مصلحة حقتنا هنا سعيد مصلحة الوطن والسودانيين، ده غرضنا الأول والأخير، ما عندنا غرض كده. هسه احنا دايرين 18 شهر تمكننا إن شاء الله من قيام حكومة انتقالية تهتم بمعاش الناس وتقوم بموضوع الانتخابات وتقوم بموضوع الأمن والاستقرار في البلد. بعد 18 شهر يفوز من يفوز، البلد اللي بيجيبه حاكم البلد ده اللي يجي. لكن في الوقت الحاضر ده لازم احنا نتكاتف عشان نعمل حكومة انتقالية لمدة سنة ونص، همها الأول الأمن والمعايشة حق الناس والظروف المناسبة الناس كلها يزيلوها عنهم، وبذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى نصل إلى بلد السلام. وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين كرمت ولاية غدرفور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو تقديرا لجهوده التي أفضت إلى الاستقرار الأمني والمجتمعي بالولاية. من الجنينة دار اندوكا لوحة البشارة والشكر وتدرج الفرح بطمأنينة، جاءوا يستشرفون معاً الحياة المترعة بحب الناس والأوطان والمبادئ والإنسانية، ينشدون فألا يناوئ ذكريات أمسهم الحزين، تداعوا بوعد نضوج السنابل في جباريك الجنينة، فول ودخن أباط ولوبيا سبل وأنقارة، فالميلاد يسبقه المخاض طيف من فرح بلون الطفولة، وصل لذاكرة أمة تمارس أفراحها بإصرار لا ينصاع لهزيمة. علينا ممنع فلزول ولم نقر يرمو فوق نلوم مع الزلين البنات الدور. الغروب صفت والأجواء نطفت وبقينا حالة واحدة ومجتمع واحد بإذن الله سبحانه وتعالى، أرجو أن لا ينقطع مننا. وحينما يعود وادي كجا يغازل انحداره إلى أعلى في ركن قصي من وطن تشعل حرارة فيضانه نجار وبردية قنقن وفرنجبية وختان أطفال. حري بنا أن نقر ونعترف بما قدمه سعادة النائب، ولهذا فإن أقل ما يمكن أن نعبر به عن امتناننا له هذا التكريم الذي يستحقه عن جدارة واستحقاق. وأنتم اليوم هنا أبناء ولاية غرب دارفور تحتشدون لتعبروا له عن امتنانكم ليتواصل جهده معنا لتحقيق الغايات المرجوة. احتفائية خليط عن الامتنان والوفاء المستحق لمواقف لا تنهزم بل تنتصر ومجتمع يكبر ولا يشيخ. انتوا قاعدين في حته واحده، ده انجاز كبير. شكرا نقول لجنه المنظمه، شكرا لاخونا الطاهر، شكرا للسلطان، شكرا لاداره الاهليه ما قصرتوا، شكرا للشباب في اللجنه، شكرا للشباب كل المكونات الان رافعين لافتات ما قصرتوا، شكرا جزيلا. لكن تكريمي انا دارين تكرموني انا اكثر، تكريمكم انا قبلان وشكرا جزيلا، لكن التكريم قطع يدكم مع بعض. جاءوا من كل فج وبعد عميقين من مدينه الجنينه واريافها ليعبروا عن عميق امتنانهم لمعالي نائب رئيس مجلس السيادة فريق محمد حمدان دقلو لتلك الجهود التي بذلت لتعزيز الاستقرار في غرب دارفور. الرشيد جلال، تلفزيون السودان، ولاية غرب دارفور، استاد مدينة الجنينة. في إطار اللقاءات التنسيقية بين السلطات في الطينة السودانية والطينة التشادية عقد بمحلية الطينة بشمال دارفور اجتماع تفكري ناقش كيفية محاربة الجريمة العابرة ومنع التهريب والحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. العبر الإدارة الأهلية والقوات المشتركة السودانية التشادية والأجهزة النظامية وحركات الكفاح المسلح بشمال دارفور
تلعب دورا مهما في التعايش السلمي بين القبائل بين السودان ودولة تشاد. الثقة الكبيرة التي اكتسبتها القوات المشتركة من مواطني البلدين والإدارة الأهلية مما أهلها لمواصلة الجهود في فض النزاعات ورعاية التصالحات وبناء جسور من الثقة. كل كارمة تشادين بكان واحد بس مثل قيدين كوا ما كنا ده سوداني ده تشادي ما عندنا وطانا عندنا مثل نفان شقيق بس وطنا دولتين داني جنة مواري كلها نعم نسلو ننتو موات السودان كلها نسلو نعم ننتو يعني نار من جينا من دميل ديس لألوم ده شغل كي يعني السوبات بينا كلها ما في. وفي إطار تنسيق المستمر بين القرى الحدودية انعقد بمحلية الطين السودانية الاجتماع التفاكوري وأمن فيه الجانبان على محاربة الجريمة العابرة ومنع التهريب وتأمين الموسم الزراعي للحد من الاحتكاكات المزارعين والرعاة. لجنة الأمن محلية الطينة متفقين، الإدارات الأهلية متفقين، الشباب، كل الحركات الكفاح المسلح، لأنهم ناس منضبطين وخاطعين للتوقيع السلام وما جاءت منهم خروات تدوم أولوية في الدم. إن شاء الله برضو بوجود القوات المشتركة السودانية التشادية يعني حاربوها حرب تامة، وإن شاء الله كل الظواهر الصالبة بتاعت بتدور الدولة والمواطن الناس ساعيين عشان يحلوها بإذن سبحانه وتعالى. وأنا نشكر يعني الحكومتين لأنه عندهم اهتمام بالمواطنين، أنا أعتقد بقى حدودية وإن شاء الله نبقى كسفراء لبلدين عشان نحل حلو كل المشاكل البسيطة إن ظهرت. وأكدت قيادات الإدارة الأهلية حرصها على دعم الاستقرار وعلاقات حسن الجوار، وأشادت بالدور الذي تطلع به القوات المشتركة في تأمين الحدود ودعم الاستقرار. أعلنت وزارة الخارجية في بيان عن ترحيب السودان بالاتفاق الذي تم بين الفرقاء اليمنيين بتمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين، وأشارت الخارجية إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يوقف نزيف الدم ويسهل حركة المدنيين والسلع والخدمات والمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن، كما يتضمن الاتفاق التزاما من الأطراف اليمنية بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وأضاف البيان أن السودان يؤكد موقفه الثابت من القضية اليمنية والداعم لكل الجهود رامية الاستقرار وأمن اليمن، وكذلك دعوة الفرقاء اليمنيين لاستئناف الحوار وإطلاق العملية السياسية للوصول إلى سلام عادل ودائم. استقبلت حكومة إقليم النيل الأزرق بمدخل مدينة الدمازين قافلة نداء الوطن المقدمة من ولاية القوم لدعم المتضررين من الأحداث الأخيرة، واشتملت القافلة على مواد غذائية وإيوائية وغيرها من الضروريات التي يحتاجها المتأثرون بالأحداث. بإسكات أصوات النزاع بالمناطق الحدودية إلى غير رجعة، استقبل إقليم النيل الأزرق قافلة نداء الوطن القادمة من ولاية الخرطوم في خطوة تؤكد اهتمام المركز بالأغاليم. القافلة متنوعة جدا، فيها مجموعة من الشباب، مجموعة من النساء والناشطين والناشطات في مجال الإنساني والاجتماعي، وكلهم جايين عشان يقولنا سنين الأزرق نحن جزء منكم وشايلين معكم الشيلة. نحن نفتكر أنه دي كانت فقط حجر البداية، لكن في منظمات ومبادرات أهلية لك إسناد ثقافي مصاحب لهذه الغافلة، وهذا يؤكد أو لعلها رسالة إلى أهلنا في إقليم النيل الأزرق وفي كافة أرجاء السودان أن اهتموا بالجوانب الثقافية والفنية والإبداعية، لأنها تعبد الطرق وتسهل المسار. فيما ترى ولاية الخرطوم أن إسناد ودعم المتضررين بالأحداث الأخيرة ببعض محليات الإقليم تمثل رسالة للجميع بأن السودان سيظل محافظا على لحمة مكوناته في المجالات كافة. ذلك هذه القافلة عدتها حكومة ولاية الخرطوم، وهي تمثل إسهامات بسيطة شارك فيها الوزارات والمجالس العليا والهيئات ومحليات الولاية، شاركوا بأشياء بسيطة يعني تقدم في شكل أشياء للإيواء والغذاء والدواء. بحكم معرفتي لأهل النيل الأزرق
هم قادرون على أن تعود الأمور إلى طبيعتها. حكومة إقليم النيل الأزرق أشادت بالجهود المبذولة من المركز بمختلف القوافل. المركز بيكفتنا في كل المراحل من السوداء اليوم بقافلة من ولاية الخرطوم، وإن شاء الله ده برضه يمكن يعني بزيادة بدي الطمأنينة لشعب النيل الأزرق بالوقفة من أهلهم في ولاية الخرطوم. نحن دائما يعني بنرحب وبنقدر المجهود كل الذي قاموا بإرسال قوافل لإقليم النيل الأزرق، فنتمنى إن شاء الله دائما يعني شعب النيل الأزرق التجربة الوقعة التجربة اللي حصل دي إن شاء الله ما يتكرر إن شاء الله في المستقبل. القوافل المقدمة في أكثر من اتجاه تؤكد وحدة الصف وتماسك مجتمعات بلادي. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. دعا وزير الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم خلال مخطبته ختام الورشة التدريبية لإدارة المستشفيات بولاية شمال كردفان للاستفادة من التدريب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تفقد الوزير عدد من المنشآت الصحية بولاية شمال كردفان في مقدمتها مستشفى الأبي الدولي الضمان، واستمع إلى تنوير من مدير المستشفى حول الخدمات العلاجية النوعية المقدمة للمواطن. زرنا عدد من المستشفيات، منها مستشفى بارة، مستشفى واحد من المستشفيات المختارة كمستشفى طوارئ من منظمة الصحة العالمية، وفي برنامج بادي، وإن شاء الله فيه بعض الاحتياجات الأساسية المرتبطة بتوفير بعض الكوادر والاحتياجات المتعلقة بالعملية والطوارئ وعمليات العظام، سيتم توفيرها في القريب العاجل. الورشة 4 تقريبا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشكورين بمنهج تدريبي تم التوافق عليه منذ العام الماضي، و بميسرين للورشة ومدربين تم اعتماد منظمة الصحة العالمية. الورشة في غاية الأهمية، ممكن تعمل تغيير كبير جدا في طريقة إدارة مستشفيات والمؤسسات الصحية في القريب العاجل. أنا في تقديري هذه الزيارة زيارة طيبة جدا، وأتت في ظروف بارقة التعقيد. هذه الزيارات وهذه الورش المقامة، ورشة هنا وأيضا توجد ورشة طوارئ برضو لكل ولايات كردفان، دي بتقوي شوية من النظام الصحي، بتبث شوية حبة أمل. اختتم وزير الداخلية المكلف الفريق أول حقوق عنان حامي زيارته لولاية شمال كردفان، والتي وقف من خلالها على تأمين الموسم الزراعي، ووضع حجر الأساس لعدد من أقسام الشرطة الجديدة. كما تفقد وزير الداخلية مستشفى الشرطة بالأبيض والسجن القومي بالولاية، وأشار مدير شرطة ولاية شمال كردفان لواء حقوق عثمان محمد الحسن إلى أن وزير الداخلية وافق على افتتاح عدد من أقسام الشرطة بمحليات الولاية وإدارياتها، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى للطوارئ والإصابات بطريق الصادرات الأبيض أم درمان. وعلق سبتي على مجمل الاحداث الجنائيه والامنيه بولايه شمال كردفان، ولا سيما المخدرات وما ادراك المخدرات، هذه الافه التي هي ولايه شمال كردفان تعتبر هي معبر لكثير من الولايات. هذه المساله كانت هي محط انتظار الجميع، وافرد السيد وزير الداخليه مساحه مقدره لهذه الافه وضروره مكافحتها بشتى السبل. كذلك حي السيد وزير الداخليه المكلف مدير قوات الشرطه السودانيه كل القوات الموجوده في هذه المنطقة، ولا سيما قوات الشرطه وقطاع العمل الجنائي والاداري وحتى المجتمعي. ايضا اشاد السيد وزير الداخليه المكلف بمجهودات الاداره الاهليه الموجوده بولايه شمال كردفان، كذلك تعرض سيادته لمزيد من التنسيق والترتيب ما بين الاداره الاهليه وقوات الشرطه السودانيه، ولا سيما القوات النظاميه الاخرى بولايه شمال كردفان، لتراجع سيلان على امن الوطن المواطن بولايه شمال كردفان. نظمت رابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة مخيما علاجيا للعيون بالتعاون مع مستشفى مكة بمدني. وقال رئيس الرابطة الشرعي أحمد إن المخيم يأتي ضمن سلسلة برامج رابطة الخدمية والاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين. من جانبها، أشار وزير الصحة بولاية الجزيرة الدكتور أسامة عبد الرحمن بدور رابطة الإعلاميين بولاية الجزيرة وإسهاماتها في التوعية الصحية. هذا المخيم اليوم هو امتداد للخدمات المقدمه من مؤسسه البصره الخيريه، ونحن والله مؤسسه البصره الخيريه ومستشفى مكه هو يعني من المستشفيات ومن البرامج والمنظمات الداعمه بشكل جدا وواضحه جدا جدا
في مسار الصحة وصحة العيون. هذا البرنامج الطبي يأتي امتداد لسلسلة برامج الرابطة الاجتماعية والخدمية وفي تنسيق مع وزارة الصحة التي بدأت منذ جائحة كورونا والدور اللي تعد به والرابطة في ربع أوعية في ربع كيف. الأيام العلاجية في العادة بنقدم فيها خدمة الكشف المجاني للمواطن وكشف النظر وتقديم العلاج المصاحب وتقديم النظارات المجانية أيضا. عرف عدد من مواطنين محلية القلابات الشرفية بولاية القضارف عن بالغ شكرهم لشركة أسمنت عضبرة وديوان الزكاة بولاية القضارف وعدد من الجهات التي ساهمت في فعاليات مخيم العيون 15 الذي قدم الخدمات العلاجية لمرضى العيون من مواطني المحلية. اختتمت بمدينة دوكا حاضرة محلية القلابات الشرقية بولاية القضارف فعاليات مخيم العيون المجاني 15 الذي نفذته شركة أسمنت عضبرة بالتعاون مع ديوان الزكاة بولاية ومؤسسة الطب الإنسانية ومجلس التنسيق العمد والإدارات الأهلية ومبادرة الإسناد الطوعي. المخيم حقيقة بيحتوي على يعني 5 أقسام. القسم الأول المريض بيتلقى الخدمة الأولى بمقابلة الطبيب وعلى ضوء حسب احتياجه للوضع الصحي هو فيه بيتحوله إذا كان محتاج لعلاج عندنا صيدلية فيها كافة أدوية العيون المختلفة سواء كان موية بيضاء سواء كان الموية السوداء التهابات بتاعة العين بصورة كاملة يتحول المريض للصيدلية إذا كان هو محتاج لعلاج مناسب لعلاج المناسب أو القسم الثاني اللي هو القسم الثالث اللي هو كشف النظر على ضوء يحدد النظر وتوزعت نظارات القراية بصورة يعني لكل أي حد محتاج بعد كشف النظر يحتاج النظارات بتاع القراية بياخذ النظارة حسب المقاس اللي بيحدده له الطبيب. القسم الرابع اللي هو بيختص بناس العمليات إذا كان الدكتور المختص حدد المريض إنه هو يحتاج لعملية. ولاية خرطوم من أجل إنسان هذه الولاية وحقيقة نحن كولاية وكدوين دوغر أبوابنا مشرعة مثل هذا العمل يعني ونحن ما مشهودين على هذا العمل وأبواب الولايين فاتحة إن شاء الله كولاية وكديوان دكار تجدون تحت ظلمك إن شاء الله. أمين الزكاة بمحلية القلابات الشرقية أحمد محمد صالح أبان أن مخيم العيون الذي استمر لمدة أسبوع تمكن من إجراء عمليات لكشف النظر والعلاج لأكثر من 4000 حالة بجانب إجراء أكثر من 250 عملية جراحية للمستهدفين. هذا المخيم بعدد مهول ومقدر من خيرة الكوادر الطبية على مستوى السودان ليأتوا إلى هذه المنظرة ويمكثوا معنا من أسبوع لهم التحية والشكر والعرفان. لابد لي أيضا أن أشكر الأخ أمين ديوان الزكاة بولاية القضارف هذا الرجل الذي رعى هذا العمل ودعم دعما سخيا في إنجاح هذا البرنامج في إطار الشراكة التي دخلنا عبر هذه الفرصة التي أتيحت لنا على إخواننا في شركة أسمنت عضبرة. المدير التنفيذي لمحلية القلابات الشرقية عبد العظيم الحاج الجاموس أكد أن المخيمة قد حقق الأهداف المرجوة بتنفيذ وتقديم خدماته لأكبر عدد من مواطني مناطق المحلية معربا عن امتنانه للقائمين على أمر المخيم. هذا المخيم كان للمحليات الثلاثة بل كان للولاية جميعا. كانت بلدية القضارف حضورا، كانت محلية وسط القضارف حضورا، كانت محلية قلابات الغربية حضورا، ومحلية القريشة ومحلية باسوندا ومحلية الفشقة. مخيم العيون المجاني يأتي دعما للقطاع الصحي وترقية للخدمات الطبية. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. ضمن الأحداث مباشرة إلى النشرة الاقتصادية مع محمد مرقاني. مساء الخير محمد. مساء الخير أستاذ ياسر، مرحبا بك. أهلا بكم مشاهدينا لجولة الاقتصادية ضمن عرض أحداث اليوم. يمثل سوق المواشي بمحلية عسلاية شرق دارفور أحد أكبر أسواق الماشية بدارفور، حيث يستقبل ما يقارب 3000 رأس من الضأن و2000 رأس من الأبقار. محلية عسلاية واحدة من محليات ولاية شرق دارفور
الأكثر حظا في الثروة الحيوانية والزراعية، حيث تحتضن أكبر سوق الماشية بالولاية الذي ينعكس إيجابا في تدفق الإيرادات على خزينة الولاية، مما جعلها تحرز المرتبة الأولى في تحقيق الربط السنوي في النصف الأول من العام المالي 2022. المواطن هنا ممكن يكون تحترف الرعي والزراعة بشكل بالانس، وبرضو خليل من التجارة. السلاية طبعا فيها أكبر سوق هنا نسميها من الأسواق العالمية. حقيقة كل الناس يرتادوا خاصة في فترة النشوق، يعني عندنا رحلة الشتاء والصيف أو رحلة النشوق إلى الشمال تبدأ من شهر 6 لحد شهر 10 تبدأ النشوق نحو الجنوب، ودي السوق عسلاي بتمثل لهم المحور الرئيسي أو المرتكز الرئيسي بالنسبة لكل الرعاة والناس الحقيقة ماشين. يعني قطاع أسواق المحاصيل والماشية بمحلية عسلايا يمثل دورا محوريا في تنظيم دور إيرادات من خلال الإشراف على السوق وضبط الفاقد الإيرادي للحد من التهريب. هناك ميزات تفضيلية لهذا السوق على أنه هو سوق مستقر على مدار السنة، وتتنوع فيه الإيرادات تتصاعد في الفترة بالنسبة للثروة الحيوانية في فترة الرشاش أو الخريف لتصل معدلات المشتريات 2000 راس من الأبقار والأضان في حدود 3000 راس. إلى جانب ذلك أيضا يوجد المنتجات الزية اللي هي الفول والذرة وعندنا اللوبة والسمسم. حركة دؤوبة يشهدها سوق الماشي بمحلية عسلايا، حيث تحتضن ما لا يقل عن 3000 من الضأن و2000 رأس من الأبقار من خلال كتلة نقدية كبيرة يتم تداولها دون منافذ بنكية بالمحلية. بجانب ذلك يحتاج السوق إلى الأدوية البيطرية للمحافظة على صحة الحيوان. أنا بطالب الجهات الرسمية والجهات ذات الاختصاص بطالب أن هنا ببنوكة. في إنسان من الرعاة واحد بيجي يندلو 50-60 تور أو واحد بلقاه 100 تور بيشيل له قروش يعني حايل أكثر من اللزوم ذاته، وما في بنك شنيلة فوق ويكون يحفظ له أمواله. الناس دي بتشيل القروش في شوالات وبتشيل ده عرض الحرامية. نحن طبعا في موسم الخريف، وفي البدايات أكثر حاجة ماشي على مستوى السوق عندنا المضادات الديدان بصورة عامة، التيتاميزول، البندازول، الأفرمكتين، ويعني دل البودر في الشربات برضو في الرامفين. الرامفين هي يعني مادة بتكون أو دواء بتكون من حاجتين يعني الروفايت والفينازول. محلية عسلايا تسعى لتطوير سوق الماشية من خلال توفير حظائر للقطاع بجانب مراكز بيطرية متطورة وأطباء بيطريين متخصصين لتقديم الخدمة للرعاة في حلهم وترحالهم. تمثل الزراعة والرعي حرفتان أساسيتان لأهالي منطقة عسلايا، لما تتمتع به محلية من أراضي زراعية شاسعة وثروة حيوانية كبيرة، الأمر الذي يتطلب من الدولة توفير التقنيات الحديثة للزراعة والمراكز البيطرية المتطورة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. زبير محمد الأمين، تلفزيون السودان، ولاية شرق دارفور، محلية عسلايا. تعهد ممثل جنوب دارفور بتمليك المواطنين أراضٍ سكنية، مشيرا إلى أن حكومة الولاية تضع معالجة السكن العشوائي ضمن أولوياتها، ووعد بتخطيط حي الإمام بمدينة نيالا استجابة لمطالب المواطنين. تنظيم السكن العشوائي بولاية جنوب دارفور من القضايا المؤرقة لحكومة الولاية في ظل المطالبات الملحة للمواطنين بضرورة معالجة هذا الأمر. وبحسب سكان حي الإمام بنيالة فإن تخطيط الحي بمثابة الأولوية الآن. إشكالات اللي قاعد تحصل في حي الإمام ربع 25,000 كلها يا جماعة من ناس أصلا هم ما عندهم وجود في داخل الحي، يعني إشكالات ده يجيبوا لنا ناس أصلا هم ما قاعدين في الحي. فنحن نطلب من الحكومة إنه نحن الآن ديل المواطنين القاعدين ديل ما دايرين أي حاجة، بس دايرين تنفذوا لهم الإجراءات دي، لأنه نحن عانينا كثير وبسبب السكن العشوائي ده أصبح في تفلتات أمنية. كلنا بنعاني من مشكلة واحدة ولا هي مشكلة السكن، ولذا جاءت هذه الزيارة لحل هذه المشكلة. فنؤكد للجميع أننا في مواطن 25
كرجل واحد نطلب بإمداد خط المواصلات أي خط مواصلات الكونغو حتى ينأم أهلنا في مربع 25 وأهلنا في مربع 24 بخدمة المواصلات. زيارة ممثل والي جنوب دارفور والسلطات المعنية بالأراضي والمساحة للمنطقة وضع حد مخاوف المواطنين الذين يمنون نفسه بالحصول على قطع أرض سكنية. يعني لكن والله والله العظيم يا ابننا تضررت كم قريب 20 سنة خان وليه بس أرض موجود وأرض سمح ما في ولا ودان لا خيران يعني ما في موانع طبيعية عشان خلافات بس خلاص معناته يعني حكومة أخطأنا في حكم وزي بقول أمسولين في وجهنا زي بقولوا لكن من ليلة اللجنة هتشتغل بكل مصداقية. وطالبت حكومة الولاية المواطنين المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن القبلية والجهوية. علي فضل المعبي التلفزيون السودان جنوب دارفور. لا سعر ذهب اليوم ارتفاع ملحوظ حيث اقتربت من 7000 جنيه سوداني للأوقية مقارنة بأسعار أمس. تشهد أسواق الأوقية هذه الأيام شحاً في وارد السمسم وصمغ العربي وحبل البطيخ، بينما شهدت أسعار المحاصيل في الأسواق في ارتفاعاً كبيراً خاصة محصولي الدخن وحبل البطيخ. وإليكم أسعار بعض المحاصيل من أسواق القضارف. تراجعت أسعار النفط اليوم تحت ضغط مخيفة من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث هبطت العود الأجلة لخام برنت القياسي ب 49 سنتا، وتراجع خام غرب تكساس ب 43 سنتا للبرميل. نهاية الجولة الاقتصادية لليوم، أعود إلى الناصر عبد المجيد لاستكمال